الشاحن المتنقل موجود، الأيباد موجود، السماعات. أوه نسيت أجيب السماعات. ألو أهلين إياد. إيه أنا قاعدة أجهز الأغراض طلعت بكرة. داني شوي بتخلص. أبشر يهمك. اسمع أقول وداد تتجهز نفسها من بدري، أعرفها ما تتجهز نفسها إلا قبل الطلعة بخمس دقايق. شبختك وينها طولت علينا؟ قالت خمس دقايق. أنا أعرف الخمس دقايق حقتها سنة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. بس على إيش؟ على برودك. يلا يلا ركب بسك الشمس حلوة كثير مكاننا. أحسن لأن المخيم بالليل أحلى. جبت لكم شموع وصفة مزينة وصحون ملونة عشان تصير قادتنا زي الفل. أجيب أغراض، أنا جوالك حتبين الشمي ما راح أتأخر. تعالي قولوا إيش تبون وما نجيب. وإيش عندي أبوي؟ أقول انزل انزلي مالك منه. إي والله ما بقى الله. أبوي موصيني عليكم، قال شيل عيونك وحط خواتك مكانها، إن كنتي ناسية أفكرك. تنزل معك ما تروح بالحالك، بصراحة ما أثق بذاكرة السمك اللي عندك. اسمع جيبي شيبسات حارة. لا والله أنا بملح. قال جيبي شيبسات ملح لا تصح علينا بتعمك. أخلصوا عمي محمد بيجي وإحنا ما رحنا. ايش رايك نروح نكتشف المكان حالنا؟ يلا قدام. وش ذا الحركات الزينه يا ولاد؟ شموس ملونه. ولاد ملونه. لا لا اصبر اصبر. طيب بسم الله. وداد شفتي؟ لا ما شفت. اصلا تدرين وش راح اقول؟ يا بنات في جراك المويه قريب منا، عشان لو خلص اللي عندها نقدر نعبي. يوه الصور ظلمه، غابت الشمس بسرعه. رايك نلعب واحد طيش بس مين بيعد؟ أنا. واحد طيش، اثنين طيش، ثلاثة طيش، أربعة طيش، خمسة طيش، ستة طيش، سبعة طيش، ثمانية طيش، تسعة طيش، عشرة طيش. قدرت تصيدوني، يعني انا اللي فزت. شو فيك بنظروني
كذا؟ إذا أنت واقفة هنا أجل، من اللي واقف ورا الجراكن؟ أحد منكم بشوف من هذا اللي واقف ورا الجراكن. أنت أكبر واحدة فينا، أنت روحي. لا والله ماني برايحة، أنا أكبر منكم بس بشهرين، أنت روحي. خلاص خلاص أنا بروح. كنا معك. مين يفتح شنطتي وبأثر خراضي كذا؟ ولا وكسر قلمي بعد. ما نادر كنا معك بعد الثانية. أنا خايف. لا تكبر الموضوع، يمكن قطع أكيد راحت الحين. يمكن قزم. الأقزام قصة خيالية، ما أشوفها اللي بتزني، يعني مستحيلة. يمكن طفل فقير جابه يقيد لنا عشان ننقذ من الفقرة. وداد حبيبتي حاط قليلين من أفلام الهندية. خلاص مو مهم، هو ما راح يقرب منا إذا كنا مع بعض. في الغابة قانون يسري في كل مكان، قانون أهمله البشر ونسوه الآن. إخلاص حب دافئ، عيش فطري هانئ، لا ظلم ولا خوف ولا غدر ولا أحزان. في الغابة قانون يسري في كل مكان، قانون لم يفهم مغزاه بنو الإنسان. ساعد غيرك لو تدري ما معنى حب الغير، ما أجمل أن تحيا في الأرض بلا نكران. فلتحذر أن تغتر، استخدم عقلك أكثر، وحدك عود غض وطريق والجمع صلاة تكسر. فلتحذر أن تغتر، استخدم عقلك أكثر، وحدك عود غض وطريق والجمع صلاة تكسر. راح أجيب موية. يوم ما سمعت الصوت جاء لي تتوقع اللي طلع الصوت ونفس اللي كان هنا قبل شوي ولا شيء ثاني. يما عسى يكون جني ولا زومبي. وش زومبيتا قبل شوي يوم قلت قادم كلتيني بكشوري؟ هذا وحين نقولك العاقل الفاهمة. أجل وش خليت الوداد وخيالها الواسع؟ الموية خلصت، فيصل وإياد روح جيبوا من البرميل. ها لا أنا بقعد هنا أحرسكم. إياد أنت روح. إيه بروح بس وانت معي. الحين اياد وينه؟ اعطاني النظارات، قال شوي وراجع. اوف اياد. يعني لو الباتت الابيض والاحمر كان احلى عليها. بالعكس التيفاني مره يجنن عليها، بس هي دائما تلبس يا ابيض يا اسود. اي بس اياد شفيك كانك توك تعرف ان اياد اسمها اياد. وين المطرات؟ ليكن خليتها كلها على قلب خي يجيبها. البنت اللي شفناها واقفة ورا الجراكن اخطفت اياد. انا خايف لا نختفي واحد ورا الثاني مثل اياد. انا تعبت دورنا عليه بكل مكان ما لقيناه، ايش رايكم نبلغ الشرطة او نسأل اهالينا؟ البنت اول ما نقرب منها نهجم عليها ونكتفها تقولي وين مكان اياد. لا اصلا هي كبر النملة، اول ما بتشوفنا بتخاف. تتكلم كانت تدور على احد يساعدها لما شافتنا قعدت جنب الجراكن،
تنتظرنا نشوفها وننتبه لها. لا تخافين، حنا أصدقائي. تسمعيني؟ ايوه اسمعك. هذول اصدقائي جو يساعدوني شوي، نروح نجيب الحبل للمخيم ونرجع. لا 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 لا، انا عندي فكره اسهل واسرع. شويه رمل تقصر عمق الحفره وتقدر تطلع. احنا من امس ضايعين من ضحك بالحفرة، احتي ما حلتني بس لانها ما تقدر تتكلم وتصايغ تعلم الناس ان احنا هنا وان انا طايحة بالحفرة. خايفة لو تشوفونها راح تعدون من الاكل والاعراض. ادري سويت احتي عذاب انها سرقت اعراضكم واكلكم، بس احنا من امس ما اكلنا شيء. احنا اسفين، سامحونا. ما عليكم، الاكل موجود يكفي وزي. صحيح انها روعتنا بس عادي، ما صار شيء. ان شاء الله بترجعون معنا، اكيد اهاليكم خايفين عليكم ويدورونكم. بس انا عندي سؤال، انت كيف اخذتي الاكل بدون ما ندري؟ تقول انا ابو انا شفت تحط الحلاوه بشنطتها. شكلها اكلتها، امشي قبل لا تيجي جوانا وتشوفنا. وشو؟ ما كان قصدي يا بنت الحلال بالغلط. والله نوريك وين. تحولت رحلتنا من سهرة تخييم بسيطة إلى مغامرة ما رح ننساها للأبد. قانون لم يفهم مغزاه بنو الإنسان. ساعد غيرك لو تدري ما معنى حب الغير، ما أجمل أن تحيا في الأرض بلا نكران. فلتحذر أن تغتر، استخدم عقلك أكثر، وحدك عود غض وطريق والجمع صلاة تكسر. فلتحذر أن تغتر، استخدم عقلك أكثر، وحدك عود غض وطريق والجمع صلاة تكسر.